اجتمع رئيس السيسي اليوم مع رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وعدد من الوزراء لعرض الموقف التنفيذي للخطة القومية لتحلية المياه، كما استقبل الرئيس السيسي رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور سليم الجبوري ووفدا من أعضاء المجلس. وخلال اللقاء أكد السيسي على قوة ومتانة العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى موقف مصر الداعم لوحدة العراق ومساندة جهوده لاستعادة الأمن والاستقرار. من جانبه وجه الجبوري التهنئة للرئيس بالفوز بفترة رئاسية ثانية، مشيدا بما حققته مصر مؤخرا من نجاحات كبيرة في مواجهة الإرهاب.